حاجه اللي ندمت عليها. نجم نقول لك باللي جو 27 سنه ما كنتش نصلي، ندمت عليها بزاف، ندمت على الصلاه طريق ربي بعث عليها، هذه صح ندم. الحاجه اللي ما ندمتش عليها انه مازالني مع يما ومع بابا ومعاهم بالبيان، نشوفهم كل يوم قريت يصراو مشاكل ومن بعد تنبقى معاهم، هذه حاجه ما ندمتش عليها. بقيت مع والدي حتى الاخر ونبقى معاهم حتى الاخر، هادو ما فيه الزوج اللي كانوا في حياتي باقي اللي هنا. ما نسمح كامل نسمح بيسك علاش كاع نموتوا نروح عند ربي تماك تدير سماح وماشي سماح. انا في الدنيا نسمح له، كاين شحال من واحد ظلمني او مسامح دنيا واخره، واللي ظلمته كاين واحد يوسف راني شاك باللي ظلمته، ان شاء الله يسمح لي لو يشوف فيا. هذاك شكيت باللي ظلمته ماشي صديق، شو الانسان صرات حكايه هكذايا وان صراحة احتكاك بيني وبينه ضربته. دوكا انا نقول انا عندي الحق، هو يقول انا عندي الحق، بصديق باسكو عنده الحق. بصح انا الا ظلمتك اسمح لي من هذا المنبر، نقول لك يا ودي اسمح لي. طازج حلة جديدة وذوق اروع. زيرتوب اول قناة الكترونية في الجزائر.